تحية لكم مشاهدين، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة نيل الأخبار. ومشهد اليوم ينفتح على الجارة ليبيا التي أعلن الجيش الوطني فيها أنه حرر الهلال النفطي بالكامل من جماعة تسمى جماعة إبراهيم الجدران، وهي الجماعة التي باغتت هذه المنطقة منذ أسبوع. هذا الهلال وأهميته أنه يمثل المصدر الرئيسي للنفط والغاز في ليبيا، يمتد من أجدابيا شرقا وحتى السدرة غربا، ويضم العديد من المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط الخام ومصانع لإنتاج الغاز والبترول أو مشتقات البترول أيضا. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه أيضا الجيش الليبي أنه حقق تقدما واختراقا كبيرا في درنة. يعني هناك تصريحات تقول أنه خلال أسبوع سيتم تحريرها بالكامل، وهو ما يمثل ضربة قاسمة لما يسمى بالمشروع القطري في ليبيا. ما هي تداعيات السيطرة على الهلال النفطي من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر؟ وهل هناك توازنات دولية تحديدا بين كل من فرنسا وإيطاليا، وصراع خفي بين هاتين القوتين في الداخل الليبي وقوى أخرى؟ أيضا هذا ما سنناقشه من خلال هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها السيد عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط. مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بك. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا أن نتابع معا هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة حول تداعيات السيطرة على الهلال النفطي في ليبيا، وأيضا الاختراق الكبير الذي حدث في درنة. كونوا معنا بعد هذا التقرير. في إطار جهود الجيش الليبي على بسط سيطرته على البلاد وتحريرها من الميليشيات المسلحة، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على ميناءي النفط الرئيسيين راس لانوف والصدرة، معربا عن أمله أن يتم استئناف العمل في الميناءين خلال اليومين المقبلين. قال صنع الله إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميا من الإنتاج إثر غلق الميناءين بسبب اشتباكات بين الجيش الليبي وفصائل مسلحة. كان الجيش الليبي قد أكد أنه نجح في تحرير منطقة الهلال النفطي عقب إعلان المشير خليفة حفتر انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها. ويعد الهلال النفطي الحوض النفطي الأغنى في ليبيا، كونه يمتد لأكثر من 200 كيلومتر ويحتوي على 80% من الثروة النفطية. ومنذ العام الماضي أعلن الجيش الليبي عن استعادة مدينة بنغازي بالكامل من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تحريره محافظة الجفرة بالكامل ومدن عدة منها درنة وصبراتة والزاوية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري إن المعركة الرئيسية في منطقة الهلال النفطي انتهت لصالح الجيش، مضيفا أن الجيش الليبي يوافق على أي حلول تنهي الأزمة الليبية بشرط عدم المساس بسيادة الدولة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيفنا الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة. مرحبا بك، ولنبدأ بآخر التطورات في درنة. وجهة نظرك، هل درنة في طريقها للتحرر التام خلال أيام أو خلال أسبوع؟ نعم، يعني كل المعطيات التي حدثت خلال الشهور الماضية تعطي نتيجة حتمية بأن الجيش الوطني الليبي انتصر بالفعل على المتطرفين في درنة. ومسألة تحرير المدينة وإعلان هذا اليوم مسألة وقت، يعني ربما أسبوع، ربما عدة أيام أو أكثر من أسبوع، لكن هو الموضوع حسم وحسم منذ فترة، وليس في ساعة الصفر التي أعلنها المشير خليفة حفتر. يعني موضوع ساعة الصفر كان هو موضوع خلص لابد من دخول المدينة،
لكن سبق عملية دخول المدينة وسبق عملية الجيش في داخل المدينة عمليات تجهيز مرهقة ومضنية واستغرقت وقت وجهد كبير من جانب رجال الجيش، من جانب الاستخبارات العسكرية، من جانب قوات الصاعقة، من جانب أيضا القوات الخاصة. كل هذه القوات التابعة للجيش الوطني الليبي الذي يعمل بإمكانيات ضعيفة تمكنت بالإصرار والعزيمة طوال الشهور الماضية من محاصرة هذه المدينة، من مراقبة القيادات المتطرفين والعناصر التابعة لها، ووضعت تصور لكيفية الإطباق وتقليل الخسائر في أوساط المدنيين بحيث يتم عزل المتطرفين عن السكان وعن المدنيين في داخل درنة. وبالتالي أعتقد أن الموضوع يعني بعض الجيوب. أنت تعرف أن درنة صعبة التضاريس سواء فيما يحيط بها من جبلين من شرق وغرب ووادي في جنوب، بالإضافة إلى الساحل في الشمال. لكن هناك أمر آخر يتعلق بتركيبة الشوارع في داخل المدينة. لدينا وادي يشق المدينة من الجنوب، من الوديان الجنوبية حتى ساحل البحر، وهذا الوادي يوجد على جانبيه شارعين رئيسيين يربط بينهما بعض الجسور وبعض الكباري. هل هو وادي يعني تتخلله أيضا المياه؟ المياه في مواسم الأمطار، لكن في معظم الوقت جاف. نعم، ولكن الكباري تؤشر إلى يعني وجود المياه في طبعا فترة في فترة من الشتاء بتتدفق فيه المياه. هناك مناطق أيضا صعبة التضاريس، على سبيل المثال منطقة ما يمكن أن نسميه فم درنة من ناحية الجنوب اللي هو المدخل الرئيسي للمدينة. هذه المنطقة فيها تضاريس وعرة، وهناك منطقة تسمى الشلال. أعتقد أن معظم القيادات الخطرة هي في هذه المنطقة في الوقت الحالي أو في محيط هذه المنطقة، منطقة الشلال، تستغل صعوبة المكان ووجود سكان في هذه المنطقة في محاولة للابتعاد عن الجيش أو الإيحاء للجيش أنه يتخذ دروعا بشرية. يعني هناك مسائل سوف تحسم. هل درنا كان مسيطرا عليها من قبل داعش فقط أم أنها مسيطر عليها من قوات يعني تسمى 17 من أذار أو فبراير يعني أو قوات أبو سليم أو مجلس شورى؟ يعني هل هي عدة هي قوات متواجدة أم أن داعش فقط؟ درنا فيها متطرفين منذ زمن وتحولوا وفقا للتحولات التي حدثت في المنطقة. يعني كانوا تبع جماعة الجهاد التي تجاهد في أفغانستان، ثم بعد أن ظهر تنظيم القاعدة أصبحوا تبع تنظيم القاعدة. وحين ظهر تنظيم داعش في ليبيا في أواخر 2014 هنا حدثت المشكلة ما بين المتطرفين. جانب منهم بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وجانب آخر ظل على ولائه لتنظيم القاعدة. المنهج واحد ما بين هذه الجماعات، منهج البغدادي ومنهج الظواهري، ما فيش خلاف كبير. الاثنين بيرفعوا نفس الراية، والاثنين نفس القتل ونفس التفجير. المشكلة حدثت حين هل كل هذه الأيديولوجيات ظهرت بعد الثورة أم أنها كانت موجودة؟ كانت موجودة من قبل ثورة، في عهد القذافي. نعم كانت موجودة، والقذافي أيضا قام بضربات في درنة ضد المتطرفين حين حاولوا أن يتخذوا من مدينة درنة مركز للانطلاق في باقي المدن الليبية، في بنغازي وفي مدن. هل لهم ظهير شعبي أم أن الشعب يعني لافض هذه الجماعات؟ يعني هناك إشكالية. يعني انت كما خدع المصريون بجماعة الإخوان. أنا سألت هذا السؤال تحديدا لنتدارس مدى صعوبة يعني السيطرة على المنطقة بعد تحريرها. شوف، المصريين انخدعوا في جماعة الإخوان ووقفوا مع جماعة الإخوان رغم أنها جماعة تم تصنيفها في نهاية المطاف كجماعة إرهابية. واليوم أدرك الشعب المصري أن هذه الجماعة جماعة إرهابية تعمل يعني ليس لصالح مصر ولكن لصالح مجموعة كبيرة من الدول. لصالح مشروعة، ليس لا يعني علاقة، ليس له لنا علاقة ليس لنا علاقة به كمصريين. كذلك في درنة كان هناك خطاب مقبول من جانب الليبيين، خطاب ديني، خطاب يعني ليس له مشروع سياسي. بعد 2011
بدأ يظهر أن هؤلاء يريدون السيطرة على المدينة ويريدون تسيير المدينة وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولهذا ظهرت مذابح بشعة في منطقة ساحة مسجد الصحابة وعمليات ذبح وقتل ضد رجال الأمن ورجال الشرطة وضد أيضا مدنيين ومواطنين. كان يقوم بهذا كل التنظيمات المتطرفة من جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ما حدث من خلاف بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في 2015 و2016 هو أن تنظيم القاعدة في درنة كان معظمه من القيادات والعناصر المحلية الدرنوية الأساسية. أما القيادات الداعشية فاكتشف الدرنويون المتطرفون أن هؤلاء الدواعش معظمهم أجانب ومعظمهم عرب ومصريون كمان، يعني فيهم مصريين وجزائريين وتوانسة وغيره. فبدأت الخلافات حول الزعامة، هل الزعامة تظل في أيدي المتطرفين الليبيين المحليين أم تظل في يد المتطرفين غير الليبيين الأجانب؟ ولهذا حصل المشكلة والشقاق بين الطرفين. طبعا ذهب في هذه الحرب ما بين تنظيم القاعدة وما بين تنظيم داعش وليست لأسباب دينية أو أسباب إيديولوجية أو مذهبية. أنا أعتقد وفقا لمشاهداتي ووفقا لمتابعتي لهذا الملف في درنة أن الخلاف أساسا كان عرقي ما بين الليبيين المحليين في درنة وغير الليبيين الذين وفدوا من سوريا ومن العراق ومن مصر ومن تونس ومن غيره، وكانوا يريدون الإمساك بزمام الأمور في المدينة وإدارة الأمور في المدينة. حين حصل الخلاف ما بين القاعدة وتنظيم داعش تقريبا قاموا بتقسيم هذه المنطقة الجغرافية. القاعديين التابعين لأبو سليم وتابعين لمجلس شورى مجاهدي درنة ولغيرها من المسميات التي نسمع عنها تركزوا في داخل المدينة في الضواحي والأحياء داخل المدينة، ومن أشهرهم سفيان بن جمو الذي كان في معتقل غوانتانامو. أما الدواعش العرب والأجانب فاختاروا الأماكن التي هي خارج المدينة، الجبال والوديان ولهذا النائية التي يصعب الوصول إليها بالضبط. ولهذا كان من إذن هناك تحدي للجيش الليبي بعد دخوله المدينة. لكن الجيش الليبي تجاوز كل هذا. يعني الجيش الليبي دخل من المحور الغربي الذي كان يتركز فيه قيادات خطيرة من داعش ودخل إلى أين اتجهت؟ يعني إلى أين اتجهت هذه المعلومات حتى نحدد مدى خطورتها على درنة؟ تقصد هذه القيادات؟ هذه القيادات وهذه الجماعات. شوف، هذه القيادات سواء من قاعدة أو من داعش تعرضت لثلاث ضربات قبل دخول الجيش إلى درنة. المرة الأولى كانت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وكانت ضربة قوية للغاية وتمكنت من اصطياد بعض القيادات الخطرة. سواء من الليبيين أو الغير الليبيين. الضربة الثانية كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي أيضا، وأيضا اعتمدت على معلومات دقيقة، وتم ضرب بعض التمركزات التسليحية المتقدمة في عدد من المواقع في داخل درنة، منها مصنع اسمه مصنع النسيج لجأ إليه المتطرفين لتخبئة الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات وغيره. المرة الثالثة كانت ضربة في شهر فبراير الماضي، شهر 2. في شهر فبراير الضربة كانت قاسمة وتسببت في شكوك ما بين الجماعات المتطرفة سواء من القاعدة أو من الداعش أو حتى من القيادات الإخوانية المشرفة والممولة والراعية لكل هؤلاء المتطرفين. حدث الإخوان هم يمولون الطرفين، يمولون الداعش ويمولون أيضا قيادات إخوانية معروفة. بعضها ليبي وبعضها غير ليبي يترددون على تركيا وعلى قطر بشكل مستمر، وهم رعاة الإرهاب لجلب التمويل. الإرهاب في درنة ليس من أجل إرهاب الليبيين فقط، ولكن من أجل إشاعة التفجيرات والإرهاب والخراب في المنطقة بما فيها داخل مصر. لأن حتى من ألقت السلطات المصرية القبض عليهم من متطرفين خلال الفترة الماضية كانوا قادمين من درنة. يعني درنة كانت مركز إقليمي تديره دول إقليمية مثل تركيا وقطر لضرب خصوم إقليميين في المنطقة ومنهم الدولة المصرية. وبوقوع درنة في أيدي الجيش الليبي ينتهي هذا المشروع أم أن هناك
ملحق آخر في مدن أخرى. شوف بعد ضربة شهر فبراير الماضي حصلت شكوك ما بين القيادات، قال لك لأن اختراق الطيران الليبي لا يمكن أن يقصف مثل هذه المواقع إلا إذا كان هناك عمليات استخباراتية نعم من على الأرض، وإن هذه العمليات من فينا كمتطرفين نعم. يعني في حد مننا هو اللي ببلغ. الخلافات دي زرعت الشكوك ما بين هؤلاء القيادات سواء في القاعدة أو في داعش، سواء داخل المدينة أو في المناطق النائية في الجنوب والغرب والشرق، أدى إلى أن جانب منهم اختار أن يظل في المدينة والجانب الآخر اختار أن يخرج من درنا. من درنا هذا كان قبل الحصار، قبل إطباق الحصار من جانب الجيش الوطني الليبي. البعض منهم اتجه إلى الجنوب، البعض اتجه إلى مدينة صبراتة في أقصى الغرب الليبي، البعض الآخر حدود التونسي. نعم البعض الآخر يقيم في الوقت الحالي في مدينة مصراتة غرب طرابلس بحوالي 200 كيلو، البعض الآخر يقيم في طرابلس نفسها، البعض في مناطق في الصحراء، منطقة القطرون، منطقة الهروج، منطقة قرارة خلف الله، منطقة أم الغرانيق، كل هذه مناطق انتقلت إليها عناصر متطرفة من درنا والتحقت بمن تم هزيمتهم في سرت وفي الجفرة وفي بنغازي. أي أنهم لم يخرجوا من ليبيا. طيب نعود مرة أخرى إلى الهلال النفطي والذي تمت السيطرة عليه وهزيمة من يسمى بإبراهيم الجدران، وقد علمنا أنه كان في وقت من الأوقات أحد حلفاء أو يعني أحد قواد خليفة حفتر. يعني نريد المزيد من المعلومات حول هذا الشخص. هو إبراهيم الجدران من قبيلة تسمى قبيلة المغاربة، مركز نفوذ هذه القبيلة موجود في منطقة الهلال النفطي ما بين جدابية وسرت. كان هو يتولى يعني يشغل موقع آمر المنشآت النفطية أو آمر حرس المنشآت النفطية في هذه المنطقة، المنطقة الوسطى. حصلت ممارسات واستقطابات من جانب بعض الأطراف الإقليمية والدولية لأنه يسيطر على كمية كبيرة من صادرات النفط الليبي، كمية كبيرة تقريبا أكثر من 70% من الثروة الليبية. وأنا أذكر أنه في تقريبا أواخر 2016 فوجئنا بأن هناك طائرة مروحية جاءت إلى إجدابية وأخذت إبراهيم الجدران ونقلته إلى حامل الطائرات في البحر المتوسط، واجتمع به عدد من زعماء دول المنطقة منهم تحدث عن نقلة حامل الطائرات مقيمة لا أمريكية موجودة في البحر المتوسط. وجاء إبراهيم الجدران واجتمعوا معاه زعماء مهتمين بالنفط واستخبارات وشؤون سمسرة في منطقة البحر المتوسط وغيره، وتم الاتفاق على أنه يوجه صادرات النفط وجهة معينة حتى تستفيد دول معينة من هذا الأمر. طبعا دول أوروبية طبعا دول أوروبية ومن كان يشرف على هذا بريطانيا وأمريكا بالتحديد. هذا الأمر أغضب الجانب الإيطالي غضبا شديدا، وبدأ الجانب الإيطالي يحاول أن يفشل العلاقة ما بين إبراهيم الجدران بصفته مهيمن على هذه المنطقة المهمة من النفط وبريطانيا وأمريكا. ونذكر لو من يريد أن يعرف قيمة إبراهيم الجدران لدى الدول الاستعمارية عليه أن يبحث عن النصائح التي قدمها الأمريكان والإنجليز لبعض الأطراف الليبية المسؤولة في طرابلس. إدوا الجدران 50 مليون دولار عشان يوزع مرتبات على الناس اللي معاه وعشان يعرف يشتغل وعشان 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 خارج أي سلطة، خارج أي محاسبة، خارج أي وجود للدولة الليبية وخارج إرادة المشير خليفة حفتر. نعم وخارج إرادة الدولة كلها، الدولة الليبية كلها. ده شغل استعماري من مسؤولين في حكومات سواء كانوا مع أو ضد. الطليان طبعا دخلوا في السكة لأن شافوا أن الإنجليز والأمريكان يحاولان السيطرة على بيلعبوا بورقة، وهم الطليان شايفين أن الملف الليبي ده بتاعهم ما ينفعش حد يلعب فيه من وراهم. فأفشل الطليان استمرار الجدران في هذه المنطقة، يعني ساهموا في إفشال هذه العملية. طيب نعود وقد انضم إلينا عبر الهاتف السيد إبراهيم بالقاسم مدير المركز الليبي للإعلام. مرحبا بك وبوجهة نظرك
يعني إبراهيم الجدران، هل هي ظاهرة وقد انتهت بهزيمته وإخراجه من الهلال النفطي، أم أنه سيظل خطرا طالما كان موجودا مع قوات محددة إذا استمرت الأوضاع بالنسبة لخليفة المشير خليفة حفتر؟ أهلا بك وأهلا بكريم سيد عبدالله. الآن خدعني في البداية بس صح سلة بسيطة جدا، وهذه نقطة مهمة جدا ونقطة جوهرية. نعم. إبراهيم جدران لم يكن في يوم من الأيام تابع للقيادة العامة للجيش، ولم يكن يأتمر بأوامر المشير خليفة حفتر. منذ أن تأسس القيادة العامة للقوات المسلحة في المنطقة الشرقية بالقرار حل عام 2015 الصادر عن مجلس النواب، تشكلت القيادة العامة للجيش، لم يكن فيها أو كان منصب آمر حارس المنشآت النفطية شاغرا بالكامل في كل ليبيا. إبراهيم جدران كان يستولي على الموانئ النفطية، هو شخص كما أشار السيد عبد الصالح حيث إبراهيم سعيد جدران ذا سجل جنائي منذ عهد النظام السابق، شخصية متورطة بجرائم سرقة وغيرها. نحن نتعامل مع لص صغير تطور وأصبح زعيم عصابة قاطع للطريق وتطور. هل كان شخصية عسكرية أم أنه أبداً شخصية؟ أبداً أبداً أبداً، هو ذا سجل جنائي مجرم له ارتباط، حتى السرقات وعملية الجرائم التي كان مرتبط بها كانت لها علاقة بمجموعات إسلامية كانت متواجدة في منطقة في المنطقة التي هو منها، يعني أساسا منطقة الواحات ومنطقة جدابية. إبراهيم جدران كما شار السيد عبد الصالح هو من قبيلة المغاربة، وهي تنصلت عن جدران وعن أبناء جدران مرارا وتكرارا، وآخرها في الاجتماع الذي حدث قبل أيام فقط. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة جوهرية تؤكد أن الكيان الاجتماعي رافض للمجرمين وينبذهم ويرفع الغطاء عنهم بشكل مستمر. إذن القوات المسلحة تستمر في مطاردة مجرمين وقبيل العدالة، وهذه مسألة مهمة أيضا. طيب ما هي القوة التي اعتمد عليها للسيطرة أو للتمكن من السيطرة على هذه المنطقة الكبيرة والهامة؟ القوة التي اعتمد عليها في هذه المرحلة، في بعض الأشياء يمكن أن ندلي بها وأن نصرها وأن نتحدث عنها في الإعلام، وبعض الأمور تمس بالأمن القومي، لهذا يعني نتركها دائما للمؤسسة العسكرية. نعم. أن يقال تفضل. نعم. القوة التي اعتمد عليها جدران في المرحلة الأخيرة هي خليط بين المهربي الهجرة، مهربي البشر والهجرة غير شرعية، وأيضا مجموعة من قطاع الطرق المتمركزين في مناطق في الجنوب الليبي، وبعض أبناء قبيلة أو يعني بعض المتسللين عبر الحدود من التبو، وبعض المؤتمرين بإمرتة منذ سنوات. المجموعات ليست كبيرة، ولكن استطاعت أن تتحالف فيما بينها بدعم كبير جدا من جماعة الإخوان المسلمين وعبر شخصيات وقيادات. يعني هذا كل هذه المسألة تم إثباتها وتم الحصول على كل المستندات والأدلة التي تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين عبر غطائها السياسي الآن هو المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، وفر الدعم السياسي والمادي والمالي وحتى المعنوي لإبراهيم جدران ليقوم بهذه بمحاولة السيطرة على الهلال النفطي. بعد أن سيطر على الهلال النفطي أطلقت القيادة العامة للجيش عملية عسكرية لاستعادة الهلال النفطي. العملية لم تستغرق 6 دقائق فقط حتى تم استعادة الهلال النفطي بالكامل. 6 دقائق انتهت هذه العملية بالكامل. فهذه كفاءة عالية جدا للقوات المسلحة، بعد من خلالها يعني أن يثبت أو تثبت القيادة العامة أنها قادرة فعلا على مواجهة الأخطار والتحديات بالعموم. هذه مسألة. المسألة الثانية، فر إبراهيم جدران والمجموعات التي كانت معه غربا، وفي يعني حتى الليلة البارحة وصل بالفعل إلى مشارف مدينة مصراتة والمناطق يعني الحدود الإدارية لمنطقة مصراتة، وهو يعني مرصود ومتابع من القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو مطلوب طيب يعني للنائب يعني العام في طرابلس. جماعة أو شخص بهذه الخطورة وقد وصل إلى مصراتة التي هي غرب طرابلس، أليس هناك شرق طرابلس، أليس هناك من تنسيق بين قوات السيد خليفة حفتر والقوات التابعة للحكومة الليبية بقيادة السيد فائز السراج للسيطرة على كل هذه الجماعات الإرهابية؟ المسألة أكثر تعقيد مما تبدو عليه.
الجدران يتحدث على أنه يحمل الشرعية من وزارة الدفاع التابعة لحكومة السراج الذي يرأس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يتحدث أن العملية التي قام بها بشرعية وزارة الدفاع، فالمسألة معقدة بعض الشيء. مسألة التنسيق بين مصراتها وبين القيادة العامة للقوات المسلحة فهي مسألة ما زالت تتطور وما زالت في إطار أن تستمر في تطور شيء فشيء. فالكل يعرف أن هناك مجموعات إسلامية موجودة داخل مصراتة، وهناك مجموعات متطرفة ليست أيديولوجية ولكن مجموعات ما زالت تحمل أفكار الثورة وفبراير وغيرها من الأفكار المتخلفة عن الواقع اليوم، ما زالت ترفض التنسيق بين القيادة المسلحة والقيادة العسكرية بقيادة المشير حفتر والمجاميع المسلحة الموجودة داخل مصراتة. وهناك مجموعة فعلا تحمي الجدران الآن داخل مصراتة، هذه المجموعة ليست مهيمنة ومسيطرة على المشهد في مصراتة صحيح، ولكن قد تخلق أو هناك توازنات للقوة داخل مصراتة، فلا يمكن لطرف أن يتغلب على الآخر، وهناك جزء كبير من مصراتة يرفض وجود الجدران ويرفض أيضا السياسات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن قوة جدران لم تكن المجموعات التي يأتمر بها بشكل مباشر، إنما هناك تحالف كما أشرت في البداية، هناك تحالف بين الجدران وبين مجاميع مسلحة تابعة لأحمد الحسناوي وهو عضو تنظيم القاعدة في المغرب العربي، وهو مطلوب دوليا وهو على قائمة المطلوبين لدول المقاطعة، وهو مطلوب من 6 دول حتى الآن. كل ما هذا الشخص أحمد الحسناوي شخص متطرف وشخص خطير جدا، لديه مجموعة مسلحة تتمركز في منطقة تربو وهي منطقة شرق مدينة سبها، وأيضا مجموعات أخرى كمهربي الهجرة غير الشرعية الموجودين في الجبال الحساونة وغيرها من المناطق هذه. هذا كله يعني خليط يعني التحالف مع جدران ليقوم بهذه العملية. القوات المسلحة تطارد جدران من ناحية، قبل ساعات فقط اللواء محمد المنفور آمر غرفة العمليات الجوية أو سلاح الجو تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة أعلن أنه ابتداء من يوم الاثنين القادم سيكون محظور التحرك في مناطق واسعة جدا في الجنوب الليبي، لأن تلك المناطق ستكون تبدأ فيها العمليات الجوية في مطاردة واستهداف المجموعات الخارجة على القانون والمجموعات الإرهابية والمجموعات المسلحة الموجودة في تلك المناطق. هذه المنطقة واسعة جدا جدا، تبدأ فعليا من جنوب منطقة الجفرة وصولا إلى حدود ليبيا وتشاد وأيضا المنطقة حتى السودان، منطقة واسعة جدا ستبدأ فيها العمليات العسكرية لمطاردة تلك المجموعات. كما شرت في البداية أنه تحالف كبير جدا برعاية وبتمويل واضح من جماعة الإخوان ومن من يمولهم. الحقيقة أن إبراهيم جدران تحصل في مرحلة من المراحل على يعني دعم كبير جدا من دول بعينها، وقد أشار السيد عبد الستار حتيتة في حواره في البداية إلى أنه التقى بشخصيات ولم يذكرها، لكن يعني قد نذكر جزءا بسيطا جدا منها، أن أحد أهم تلك الشخصيات التي التقى بها جدران في تلك المرحلة كان السفير البريطاني في ليبيا مايكل أرون، والملحق العسكري في الإنجليزي في ليبيا وغيرها من الشخصيات التي تعمل لصالح دول وبعض يعني الشركات الأمنية التي تعمل لحساب شركات نفط وغيرها. الكل يعرف أن الصراع في ليبيا صراع يعني شركات نفطية أكثر من كونه صراع دول بعينها. إيطاليا لم تكن يوما من الأيام ترى في إبراهيم جدران الشخص أو اللاعب الأساسي الذي يمكن أن يحقق لها أهدافها. إيطاليا دائما مصالحها بالدرجة الأولى في ليبيا هي مصالح غاز، ومناطق الغاز في ليبيا هي موجودة في المنطقة الغربية بشكل فعلي، سواء مجمع مليتا، سواء الحقول النفطية الموجودة في البحر، أو الحقل الفيل الموجود في الجنوب الغربي من ليبيا. إيطاليا لا تعبث كثيرا في المنطقة الوسطى أو الشرق الليبي، ولكن تعبث حقيقة في تشكيل مجموعات متفارعة متناحرة فيما بينها، ولكن تعمل لصالحها في الغرب الليبي. المشهد الليبي ليس معقد جدا، ولكن التشابكات فيه هي المعقدة بالفعل. الآن ونحن في هذه المرحلة نؤيد بقوة القوات المسلحة لأن تكون مؤسسة وطنية تعمل بالدرجة الأولى لصالح ليبيا وتحاول المحافظة على المصالح الدولة الليبية وحماية المواطن الليبي والمحافظة على ثرواته.
لهذا نؤيد المشير حفتر ونستمر معه في هذه المسألة. أما إبراهيم جبران فهو شخص لا معنى له. حتى المشير حفتر عندما سئل في فرنسا سئل عن إبراهيم جبران قبل عامين أو عفوا في مكتبة في حوار مع قناة إنجليزية وهي بي بي سي عندما سئل عن إبراهيم جبران أجاب بكل وضوح من جبران هذا يعني لا شيء شخص لا شيء ولكن المجموعات التي يتحالف معها لها كيانات اجتماعية حولها وهو كل ما نخشاه أن يعني يتحول أو يتراكم الصراع ويصبح فيما بعد تحدي آخر لا ترغب فيه المؤسسة العسكرية لهذا تترك مجالا دائما واسعا للجهود الاجتماعية ودور القبائل بأن تتصالح فيما بينها وأن تقوم هي القيادة العامة بمطاردة وملاحقة المطلوبين للعدل. نعم السيد إبراهيم بالقاسم مدير المركز الليبي للإعلام شكرا جزيلا لك وقد كشف العديد من النقاط حول إبراهيم الجدران ولنبدأ بآخر نقطة أثرها وهو يخشى بالعلاقات التي يتمتع بها هذا الشخص قبائليا وبالدعم من الجماعات الدينية أن يكون تحدي آخر لمسيرة الجيش الليبي الذي يسعى إلى إعادة الأمور أو استعادة الأمور في ليبيا إلى عهدها السابق. يعني أعتقد أن الوضع خاصة مع الدعم الدولي من بريطانيا هو يتحدث عن بريطانيا وأنت تحدثت أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية هذه قوى لها ثقلها يعني هذه المسائل دائما ما تكون عرضة للتغير نعم يعني أحيانا يكون هناك موقف اليوم ويتغير في اليوم التالي يعني على سبيل المثال كان هناك مؤشرات ترضي الجماعات المتطرفة في ليبيا على رأسها جماعة الإخوان هذه المؤشرات كانت قادمة من الجانب البريطاني فيما يتعلق بوجود إبراهيم الجدران في الهلال النفطي خلال الأيام الماضية واكتشفنا بعد يومين أو ثلاثة أن الموقف البريطاني بدأ ينحو ناحية التغير وحتى أثار بعض قيادات التطرف والإرهاب في ليبيا يعني استغراب الموقف البريطاني بدل ما كان هناك ضوء أخضر إنجليزي بأن الجدران يطلق يده في الهلال النفطي تراجع هذا الدور لأسباب تتعلق بالمصالح الخاصة ببريطانيا وعلاقتها بالأمريكان وبالأطراف الأوروبية الأخرى على كل حال الجدران ليس بتلك القوة جدران كان مسجون في سجن نالوت قبل أيام من خروجه وقيادته للعملية في المواني النفطية يعني أنا أعتقد أن قوى الشر في المنطقة ومنها طبعا تركيا وقطر أرادت أن تضغط على الجيش الوطني الليبي في درنة فقامت بهذه العملية ووجدت أن إبراهيم الجدران هو خير مثال أو 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 أحسن من يمكن أن يقوم بهذا العمل. إبراهيم الجدران كان مسجون لم يكن لديه تلك القوات ولا أولئك المساعدين وكان مسجون في سجن بعيد جدا عن المنطقة الوسطى في ليبيا. أعتقد أن من قام بتلفيق الجماعات المتطرفة مع الجماعات المرتزقة مع كل من قام بال أو كل من شارك في هذه العملية تم جمعه من جانب أجهزة استخبارات ومن جانب دول في منطقة الشرق الأوسط اللي جه من وسط الصحراء واللي جه من مصراتة واللي جه من ضواحي طرابلس واللي جه من هنا واللي جه من هنا وكله قال لك إيه يلا عشان عندنا عملية وكل واحد هياخد قد كده والقوة الثالثة كمان شاركت يعني عناصر من القوة الثالثة اللي بيقودها واحد كان موجود في تركيا اسمه جمال التريكي وجاء مخصوصا إلى مصراتة قبيل العملية بأيام بسيطة وأطراف من القوى التي يرأسها شاركت في عملية الهلال النفطي أضف إلى ذلك المسلحين التشاديين المعارضين للحكومة التشادية كل هؤلاء تم تهيئتهم عن طريق اتصالات إقليمية جدران ليس له ذلك الدور وهو ليس بتلك الأهمية الكبيرة طيب لماذا يعني هناك تساؤلات كبيرة الجيش الليبي وقد تم تكوينه وتدعيمه على الأقل على المستوى الداخلي وله قابلية من العديد من الأطراف في الداخل الليبي لماذا يعني لا نجد تقدم كبير للجيش الليبي تجاه الغرب هو متمركز في منطقة بني غازي في الشرق وقد اتجه الآن إلى درنة وهناك كما قلت أنت هناك العديد من الصعوبات الجغرافية التي تعوق السيطرة الكاملة على هذه المدينة ولكنها ستتحرر يعني
هل هذه ستكون بداية نقطة انطلاق للجيش الليبي للسيطرة على الأمور في البلاد، أم أن هناك تحديات تعوق السيطرة بالكامل على ليبيا؟ يعني إذا كانت قوة الجيوش تقاس بالأسلحة والإمكانيات، فقوة الجيش الليبي أنا في رأيي تقاس بالعزيمة والإصرار على استعادة الدولة. الجيش الليبي يخضع لحظر دولي على تسليحه. كثير من الدول من الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية تعمل ضده. رأينا دعم مباشر بالأسلحة والمقاتلين والأموال في بنغازي، دعم كبير. رأينا سيطرة للإرهابيين على طريق رئيسي يمتد من ميناء بنغازي حتى مطار بنينة الجوي بطول أكثر من 15 كيلو متر. صراع ما بين جنود ما عندهمش قدرة على أنهم يملكوا القيافات العسكرية ولا الرواتب ولا الإمكانيات العسكرية المعتادة لأي جيش، يتحلون بالعزيمة ويتسلحون بالعزيمة من أجل طرد المتطرفين وهزيمتهم. لو رأيت ولكن يعني عفوا المقاطعة، يعني وقد اقتربت الحلقة من النهاية، نعم. يعني ستظل هذه إذا تركت الأمور للشؤون العسكرية فسيظل الصراع بين أطراف غير محددة. لا لا لا، الوضع أنا أتساءل لماذا لم يبدأ الإطار أو الانطلاقة السياسية حتى الآن؟ ما فيش سياسية، لابد أن تحسم الأمور أمنيا. أنا ما ينفعش أجيب ناس من تتناقش تحت الغطاء السياسي يمكن أن تحسب جميع الأمور. ما ينفعش أجيب ناس تتناقش وما فيش حواليهم حد يأمنهم. مين يأمنهم؟ تتناقش في طرابلس في عندك لا يقل عن 5 أو 6 من يؤمنهم؟ الإجماع الشعبي، الشعب الذي سينزل إلى الإجماع الشعبي خرج في مظاهرات وتم إطلاق الرصاص عليه في طرابلس وفي مدن أخرى. لابد من إيجاد الأمن والأمان أولاً. الأمن والأمان لا يتحقق في أي مجتمع. أنا أتحدث عن الأمن والأمان، ما هو المدى الزمني الذي يمكن الوصول إليه؟ الجيش يقوم بتحقيق نتائج. لديك اليوم مظاهر للدولة في الشرق الليبي، هذا لم يكن موجودا قبل عامين. الناس بس بتنسى، قبل عامين لو تتذكر السائقين الشاحنات المصريين لما كانوا يروحوا يودوا بضاعة كان كل يوم بنسمع عن مسلحين اعترضوا وقبضوا على سواقين واخذوا البضائع وكلام زي كده، ذبح في منطقة الشرقية في بنغازي وفي غيرها وفي المدن الشرقية في ليبيا، كل هذا كان موجود. اليوم لم يعد موجودا. تستطيع أن تركب السيارة من مساعد على الحدود المصرية وتصل إلى ما بعد بنغازي في أمن وأمان. هذا لم يكن موجودا من قبل. وبالتالي الجيش الوطني الليبي أقول رغم إمكانياته الضعيفة إلا أنه يحقق نتائج مبهرة لاستعادة الدولة الليبية، وهو حقق ذلك فعليا على الأرض في المنطقة الشرقية وفي كثير من المناطق الجنوبية، وعينه في الوقت الحالي عينيه على المنطقة الغربية من أجل أن يحسم هذه الفوضى وينهي هذه الفوضى ويستعيد توحيد الدولة الليبية مرة أخرى. نتمنى ذلك. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أهلي الأخوة. إلى اللقاء.